سلامك ورحمة الله وبركاته. المشروع اللي أنا شغال فيه مطلوب إن إحنا نمد الطب بتاع الريلينج دوت شوية بشكل معين، ففي واحد عمل لها فاميلي مستقلة، بس الفاميلي المستقلة لو أنت عدلت هنا مش هتعدي الفاميلي المستقلة دي. طيب نعملها إزاي بحيث تكون سهلة؟ أول حاجة تقرب هنا وتدوس تاب وتعمل سيلكت الجزء اللي فوق وتقول له إيديت ريل، سواء أنت في السكشن أو في البلان وات إيفر، الحاجة اللي أسهل لك اختارها. وبعد كده تبدأ ترسم اهوت بالشكل دوت، وممكن تعملها بالارك مثلا لو انت عايز تعملها بشكل شيك شوية مثلا حسب ما انت عايز تصميم بتاعك. تقول له اوكي فينش، هيظهر معاك الريلينج بالشكل دوت. وممكن لو انت عايز تشوف ورا الحيطة هتختار هنا وتقول له فرايت وتقول له باي اليفيت وتدي له درجة من درجات الشفافية بالشكل ده.